السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك نقاط رئيسية أحب أن ألخصها في هذا الفيديو الأخير من الخطوات العملية لإعداد التقرير، وهو ما يجب أن تتضمنه كل من عناصر التقرير الرئيسية، بالذات في التقارير الطويلة. فمثلا الموجز أو الخلاصة هي أهم جزء في التقرير، ويكتب آخر التقرير، ولا بد أن يعطي قارئ التقرير لمحة سريعة ومختصرة عما ورد في التقرير. كون صانع القرار ليس لديه الوقت الكثير للاطلاع على كافة تفاصيل التقرير، هذا جزء مهم جدا. ثانيا، عندما نتحدث عن الغطائية، الرسالة الغطائية التي أو المذكرة الغطائية التي نضعها في بداية التقرير، والتي نقول الأخوة المخاطبون أو المعنيين بقراءة التقرير المحترمون بعد التحية، نورد في طي هذه المذكرة الخلاصة الرئيسية لما يشمله التقرير، مع عنوان التقرير الرئيسي والتوصيات الرئيسية في التقرير، مع الرأي الإداري لمن يحال التقرير، والرأي الاستنتاجي ما تم التوصل إليه كخلاصة رئيسية في التقرير. ثم ننتقل إلى عنصر المقدمة. المقدمة هي لابد أن تكون أن تشمل ما توصلنا إليه سابقا في هذا الموضوع، وما سيرد في هذا التقرير من مواضيع جديدة، ما هي الأسلوب أو الطريقة التي استخدمتها في تناول هذا التقرير، الجملة الغرضية أو الجملة الرئيسية التي هي مفتاح رئيسي لتوضح ما سيتناوله هذا التقرير. ثم ننتقل إلى صلب التقرير. صلب التقرير لابد أن يكون معنون بعناوين رئيسية. هناك نوعين من العناوين الرئيسية للتقرير: العناوين الوظيفية، وهي التي تعكس لنا ما وظيفة الجزء الذي يأتي بعد هذا العنوان، ككلمة المقدمة وكلمة الخاتمة وكلمة الرأي وكلمة النتائج والاستنتاجات. يعني هذه مواضيع وظيفية، أي وظيفتها تعكس للقارئ أن هذا الجزء هو مقدمة، هذا الجزء هو موجز، هذا الجزء هو عبارة عن ملخص، هذا الجزء هو عبارة عن خاتمة وتوصيات. وهناك المواضيع الإنشائية أو الموضوعية، أي التي تعكس محتوى التقرير، كما نقول مثلا خلفيات عن مبيعات العام 2021. فكلمة خلفيات عن المبيعات 2021 ستعكس لنا أننا سوف نتناول في هذا الفقرة أو في هذا الجزء من التقرير الخلفيات السابقة من مبيعات الشركة للعام 2021. وهكذا كل موضوع موضوعي أو إنشائي لا يعكس وظيفة الفقرة التي بعده، وإنما يعكس محتوى الفقرة. ولذلك يتنوع التقرير بنوعين من المواضيع أو الهيدينجز أو العناوين الرئيسية في ضمن التقرير، وهناك عناوين فرعية اللي هي عناوين وظيفية التي تعني وظيفة الفقرة التي تليها، وعناوين موضوعية التي تعكس محتوى التقرير. ولذلك لا بد من عنونة الفقرات الرئيسية والفقرات الفرعية في صلب التقرير وبداية ونهاية التقرير، بمواضيع يعني مقدمة التقرير وخاتمة التقرير لابد أن تكون عناوين وظيفية، ككلمة المقدمة والخاتمة والموجز. وصلب التقرير لابد أن يكون عناوين موضوعية بحيث أنها تعكس المحتوى لكل جزء من أجزاء صلب التقرير. ثم نتحدث عن التوصيات. التوصيات في عند مراجعة التقرير لابد أن تشمل إجراءات إدارية يتطلب منا تنفيذها كخطوات توصية رئيسية وإجراءات فرعية ترتبط بالتوصية الرئيسية. الناتج والاستنتاجات هو في التقارير التحليلية هي زبدة التقرير وأهم جزء من أجزاء التقرير، وتتضمن ما جاء من استكشافات واستنتاجات جديدة في التقرير، ويتم تقسيمها إلى أجزاء
أساسية وبتسلسل منطقي، وتكون دقيقة وواضحة ومختصرة، متضمنة للأرقام والإحصائيات وكل ما يمكن استخدامه كدلائل وبراهين، وتكون واقعية ومستندة إلى ما جاء من حقائق في التقرير، ولا تكون تخمينية. وثم ناتي الاستنتاجات، دائما تكون جزء من الخاتمة، والتوصيات لذلك تكون جزء من الخاتمة. وأثبتت دراسات في مسألة التقارير أن 95% من رجال الأعمال والمستفيدين من التقارير ينتقلون من الموجز التنفيذي للتقرير إلى خاتمة التقرير، لأنها هي أهم عنصر من عناصر التقرير على الإطلاق. وفي ضوء هذه الحقيقة يجب بذل كافة الجهود في سبيل رسمها بالشكل اللائق. من ضمن كما تكلمنا، من ضمن الاستنتاجات أو الخاتمة والاستنتاجات، يأتي إلى التوصيات. والتوصيات هو ما ينتظر من على ضوء الاستنتاجات وعلى ضوء الحقائق اللي تم تداولها، تتوصل إلى التوصيات. هذه التوصيات إما أن تطلب في التوسع في الموضوع ونوعية التوسع بأبحاث علمية وتطوير الموضوع، أو ما هي الأشياء المستقبلية التي تتطلب العمل بها. وتقوم كذلك أو توصية بإنهاء المشروع أو الدراسة أو الفعالية لاستكمالها أو إلى آخر ذلك، أو تسرد ما هي النتائج المطلوبة والإجراءات المطلوبة كإدارية وكفنية وتقنية إلى آخر ذلك، وتوصيات عامة ومفصلة للقيام بها كبدائل أو كآلات كأساليب تطوير. ودائما ما تكون التوصيات هي من منطلق النصح والاقتراح والدعوة إلى تشكيل، و يمكن نستخدم كعبارات في ننصح باتباع، نقترح باتباع، ندعو إلى تشكيل. من الأفضل أن تولوا أهمية، نرى أن من الضروري في رأينا أنه حان الوقت، من خلال ما رأينا وارتأينا من الضروري أن نناشد المؤسسة وهكذا. ثم إذا حبيت أن تسرد المساطر الرئيسية والثانوية اللي تم الرجوع لها. وبهذا خلصنا أهم جزء من أجزاء كتابة التقرير، وهي خطوات إعداد التقرير الرئيسية. نتمنى لكم التوفيق.